أجمعت شخصيات سياسية ودبلوماسية على أهمية الدلالات التي تحملها جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للتنمية المستدامة، والتي منحت في احتفال كبير أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك للسيدة أنا تيبايجوكا. مراسلتنا من هناك فيروز الكرواني رصدت ردود فعل الشخصيات السياسية والدبلوماسية حول هذه الجائزة وأعادت لنا التقرير التالي. أجمع عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعربية والأجنبية على أهمية الدلالات التي تحملها جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للتنمية المستدامة، التي تم تسليمها للسيدة أنا تيبايجوكا الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل، وذلك يوم الجمعة الماضي في احتفال كبير أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وسط حضور كبير من كبار الوفود الدولية والمشاركين والسفراء المعتمدين لدى المنظمة الدولية. وأكدوا أن الجائزة تجسد مدى ما تليه قيادة مملكة البحرين لدعم جهود المجتمع الدولي على صعيد التنمية المستدامة وتحفيزها لجهود الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بأعمال نبيلة في خدمة الإنسانية، منوهين بمبادرات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في مجال دعم مبادرات التنمية المستدامة محليا وإقليميا، وما يتمتع به سموه من رؤية ثاقبة في هذا المجال، مشيدين بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في شتى القطاعات في ظل قيادتها الحكيمة. وقد أعربت البروفيسور أنا تيبايجوكا عن بالغ امتنانها بمنحها جائزة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المرموقة، وقالت: I did feel first of all humbled because I can only accept such an honor. أنا أشعر بالعرفان لسموه لدعمه الدائم لي أثناء عملي بموئل الأمم المتحدة. لقد عملت 7 سنوات من قبل في الموئل، ولم أكن أتوقع أن أحدا سيتذكرني ويمنحني هذه الجائزة. فأنا أشيد بما حققته البحرين من إنجازات كبيرة على صعيد التنمية المستدامة بفضل ما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من حكمة ورؤية استشرافية للمستقبل، وأنوه ما حققه شعب البحرين من نجاحات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. إن هذه الجائزة تعطي معنى للجهود التي بذلها معي فريق العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثل حافزا للجميع نحو تجديد الجهود نحو مزيد من العمل حتى نتمكن من تحقيق التضامن الإنساني. فمن جانبها قالت السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مشاركتها في الحفل: إن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة تعبر عن الالتزام الكبير الذي أنجزته مملكة البحرين وشعبها في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن أنها دليل على قدرة البحرين على التعهد والالتزام بتنفيذ التنمية المستدامة. بينما أعرب وزير خارجية جمهورية تنزانيا السيد أوغوستين مهيجا عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تنظيمها لحفل تكريم البروفيسور أنا تيبايجوكا تقديرا لجهودها في موئل الأمم المتحدة. التوافق بين مملكة البحرين وتنزانيا بشأن تحقيق أهداف موئل الأمم المتحدة التي ظلت أنا تيبايجوكا تعمل من أجلها لسنوات عديدة مناسبة تعد فرصة لتقوية علاقة البلدين وتخدم الاهتمامات والمصالح المشتركة بين البحرين وتنزانيا، فما وصلت إليه البحرين من نهضة وتطور جعلها واحدة من الدول الناجحة التي تبنت برامجا للتنمية المستدامة، فالبحرين جوهرة بين الدول العربية.
ومن ناحيتها أعربت صاحبة السمو الملكية الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود قائلة: أن أحضر هذه المناسبة كأخت وكإحدى مواطنات العالم العربي. فيما أعرب سيد عبد الله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عن سعادته بحضور هذا الحفل، حيث قال: نحن سعداء بحضور هذا الاحتفال الذي تقيمه مملكة البحرين الشقيقة للاحتفال بمناسبة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء المتعلقة بالتنمية المستدامة في البحرين. بطبيعة الحال التنمية المستدامة هي تشكل الهاجس الأساسي لدول العالم، وكما تعلمون ففي العام الماضي أقرت القمة التي عقدت في نيويورك أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وبالتالي فإن حرص مملكة البحرين على تقدير التنمية المستدامة وإبراز جائزة في هذا المجال يعبر عن الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لهذا الموضوع بشكل عام، ويعبر عن مساهمتها الإيجابية في هذا المجال. المملكة العربية السعودية تشاطر مملكة البحرين هذا الاهتمام، وتحيي جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة في إنشاء هذه الجائزة وتوزيعها، وتتمنى لمملكة البحرين ولشعبها وقيادتها كل التوفيق والنجاح. ومن جهته قال الدكتور رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: هذه لفتة كريمة من جلالته للأمم المتحدة ككل، ولهذه السيدة الفاضلة التي يعني ترأست أحد الأجهزة الهامة في الأمم المتحدة. ومثل هذه اللفتات الكريمة هي تأكيد على تفهم دولة وحكومة وشعب البحرين لأهمية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المختلفة والخدمات الكبرى التي تقدمها للإنسانية. ولذلك هذه الجائزة تأتي في هذا الإطار الإنساني والمتفهم لأجهزة الأمم المتحدة. وقال الدكتور ثاني بن أحمد زيودي وزير التغيير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة: نفتخر أن تكون دولة خليجية وهي المملكة تخوض الاحتفالات والتكريم في التنمية المستدامة. مثل ما شفنا بداية السنة في شهر 1 أو يناير تم اعتماد الأهداف التنمية المستدامة بأهدافها المحددة، ونشوف المملكة من السباقين في تكريم القيادات العالمية في هذا المجال وخاصة البروفيسور. أنا هذا فعلا يدل أن المملكة دائما في ريادة. نتمنى لهم التوفيق للإخوان في الجائزة، مبادرة فعلا رائدة لها مردود كبير على العالم، وليس فقط على قارة أفريقيا أو على المنطقة. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله نشوف أسماء لامعة في الدورات القادمة. ومن ناحيته قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية: والله شرفني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتقديم هذه الجائزة نيابة عنه إلى السيدة أنا تبيوك الرئيسة السابقة ليو أن هابيتات، تقديرا لجهودها في خدمة الإنسانية وخدمة الفقراء ومحاربة الفقر في العالم. هذه السيدة الفاضلة قامت بجهود كثيرة في مختلف أنحاء العالم وزارت البحرين، وقدرت ما حققته مملكة البحرين وما حققته حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء في مختلف المجالات في خدمة الشعب البحريني، وجاءت وتكلمت بكل أمانة وقدمت التقارير. فهذه كلمة حق وشكر، وهذه الجائزة تستحقها وتستحق ما هو أكبر منها. وقالت في كلمتها أن هذه الجائزة ستحفزها للمزيد من العطاء، ونحن فخورون بذلك. وأعرب المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن سعادته بحضور تسليم الجائزة قائلا: طبعا احنا في البداية سعيدين جدا تواجدنا في مبنى الأمم المتحدة لحضور تسليم جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة. طبعا هذه الجائزة ما في شك أن تلقى اهتمام دولي، كون أهداف تنصب في تشجيع المبادرات والأشخاص والمؤسسات
في تقديم ما هو ينفع هذه المجال. طبعا اليوم أثناء تواجدنا كان هناك شرف لي أن أقدم أيضا ما قدمت حكومة البحرين في مجال التنمية المستدامة، وفي الواقع تحت قيادة واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، البحرين حققت العديد من أهداف التنمية المستدامة. أما الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قال: ألخص إحساسي بأني أنا فخور جدا حقيقة تقدم بالشكر إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على هذه البادرة الحضارية الراقية، والتي من خلالها البحرين ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي عن مدى اهتمامها بالأهداف التي تصنعها المنظمة والمؤسسة الأممية. فابتدأت بالأهداف الألفية، ومملكة البحرين بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والمباشرة والإشراف والمتابعة من مقام سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، استطاعت أنها حقيقة تحقق الأهداف الألفية، واللي كان المفروض أنها تنتهي بعام 2015 حققتها تقريبا بعام 2010. إن هذا الحدث يعد شهادة للتاريخ على ما تحققه مملكة البحرين في مجالات التنمية المستدامة سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وسيمثل إلهاما لكثير من المسؤولين في العالم. فيروز الكرواني، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.